دي. وقد خرج آلاف للمطالبة بسقوط النظام الحاكم من داخل جامعة صنعاء حين اعترضهم أنصار الحزب الحاكم، وتعرض مصور الجزيرة لاعتداء من بعض الأفراد أثناء تغطية المظاهرات المؤيدة للرئيس اليمني. المشهد يتكرر يوميا، فما إن يخرج المطالبون بسقوط النظام حتى يلاقيهم المؤيدون بالعصي والحجارة والهراوات وتبدأ المعركة. المعركة اليوم كان حصيلتها سقوط عدد من الجرحى. وزارة الداخلية قالت في تصريح لها إنها أطلقت الرصاص في الهواء بعد عجزها عن فض الاشتباك بين الطرفين. أما المواجهات الأخرى فنال الصحفيون نصيب منها. الرئيس اليمني الذي كثف لقاءاته برجال القبائل والشرائح الاجتماعية والفعالية السياسية قال إن زمن الانقلابات انتهى. عهد الانقلابات والفوضى، الفوضى الخلاقة. من أراد أن يصل إلى كرسي السلطة فعلى أن يعبر عن طريق صناديق الاقتراع. السلطة استئمناها ولا حد يريد سلطة، السلطة مغرم وليس مغنم. هيئة علماء اليمن قدمت مقترحا للخروج من الأزمة السياسية الحالية. توافقنا على الانتخابات الحرة والنزيهة، توافقنا على حكومة وحدة وطنية، فإن هذا سوف يخرجنا من عنق الزجاجة. لا يجوز للشرطة أن تضرب من خرج يعبر عن رأيه، سواء بالعصي أو بالرصاص المطاطي أو بالرصاص الحي. حرام ألا يتحول التعبير عن هذا الأمر إذا كان في صورة جماعية إلى تخريب، إلى تكسير. أيا كان الفرق بين اليمن وتونس ومصر، فإن الكثيرين ما زالوا يتحدثون حول الكلفة العالية للتغيير في بلد يقال أن الفوضى فيه قد لا تسمح بذلك، لكن آخرين يرون أن حالة جديدة تتشكل الآن. أحمد الشلفي، الجزيرة، صنعاء. ويبقى معنا من صنعاء مراسلنا هناك أحمد الشلفي. أحمد، لو تضعنا في آخر تطورات الأوضاع لديك. آخر تطورات هذا الموقف، طبعا كنا تحدثنا في الخبر بأن هناك ما لا يقل عن 25 شخصا، ولكن خلال الساعتين الماضيتين كنا قد تحدثنا إلى المنظمات المدنية، إلى المنظمات الحقوقية، اتصلنا بالمستشفيات وثبت أن هناك ما لا يقل عن 40 جريحا أصيبوا في هذه المظاهرات التي حدثت في العاصمة اليمنية صنعاء، وبالتحديد في شارع الرباط التي جاءت المظاهرات إليه من جامعة صنعاء، وكان يضم مجموعة من الطلاب والشباب والحقوقيين والمدنيين أيضا. وأيضا حدث هذا عندما حدثت الاشتباكات بين من يسمون بأنصار الحزب الحاكم، لكن الكثير من المنظمات المدنية والحقوقية اتصلوا بي وقالوا أنه من الخطأ الحديث عن أنهم هؤلاء أنصار الحزب الحاكم، وأن هؤلاء بعض المدفوعين ومن سموهم بالبلطجية الذين يحاولون إفشال هذه المظاهرات. قبل قليل كانت تحدث إليه بعض المنظمات وقالت أن هناك أحد الأشخاص في أحد المستشفيات وهو مستشفى آزال بصنعاء أصيب بأحجار في رأسه وهو في حالة خطيرة جدا، ربما يتوفى، بالإضافة إلى 10 أشخاص في هذا المستشفى، مستشفى آزال بصنعاء، بالإضافة إلى المستشفيات الأخرى التي يعني يجلس فيها بعض هؤلاء الجرحى والمصابين. كان الملاحظ خلال هذه المظاهرة وهو اليوم الأول إطلاق الرصاص من قبل المسلحين أو من قبل رجال الأمن. صحيح أننا تلقينا من قبل وزارة الداخلية اليمنية ما يفيد بأنها عجزت خلال فترة المظاهرات من القيام بفضل الاشتباك بين المتظاهرين، ولكن قالت بأنها قامت بإطلاق الرصاص في الهواء، ولكن ثبت خلال يعني الساعات الماضية بأن هناك إطلاق رصاص من قبل المسلحين أيضا اندسوا بين المتظاهرين، وربما أننا حصلنا على بعض الصور التي تدل على أن هناك إطلاق رصاص على بعض الأشخاص، لكن لم نتأكد من أنه أصيب أم لا. بعد قليل أيضا ربما الساعة 8 مساء دعا نفس المنظمون والشباب إلى تظاهرة بجانب جامعة صنعاء، وذلك كما قالوا للاحتجاج على للمطالبة بسقوط النظام والاحتجاج على ما سموه بأعمال القمع والاعتقال والقتل التي حدثت في عدن بالأمس واليوم. ومن المعروف بأن هناك أيضا دعوات لإجراء المزيد من هذه التظاهرات يوم غد الجمعة. أحمد، كيف تجري الاستعدادات لها، وهل من ملامح واضحة من أين ستنطلق، من سيشارك فيها، حجم هذه التظاهرات التي يجري الدعوة إليها؟
نعم، إذا قررنا نتحدث عن هذه المظاهرة فربما أن نقول بأن محافظة تعز وسط اليمن هي التي ستكون عليها هذه المظاهرة، خاصة وأن الشباب الموجودون منذ 7 أيام هناك قرروا التظاهر يوم جمعة وقالوا بأنه يوم جمعة غضب للمطالبة بإسقاط النظام، ويتعهدون بأن هناك ستكون هناك مظاهرات مليونية. لكن نبأ إلى مسامعنا الكثير من الحديث حول أن المحافظات اليمنية ستشارك بالكثير من المسيرات والمظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام سواء في صنعاء أو في بعض المحافظات. طبعا لم نتأكد من هذا الأمر، لكن يقال بأن الكثير من المدنيين، من الحقوقيين، من الأحزاب وأيضا من المواطنين سيشاركون خلال يوم الجمعة القادم للمشاركة في هذه الجمعة، بالإضافة أيضا إلى أن مثلا مدينة تعز اليوم هناك انتشار أمني من قبل قوات الحرس الجمهوري والجيش، أيضا مدينة عدن هناك انتشار أمني من قبل قوات الحرس والجيش، أيضا حتى في صنعاء هناك إجراءات أمنية مشددة وفي بعض المحافظات اليمنية. أيضا في محافظة الحديدة كانت دعت أيضا إلى مظاهرة ومسيرة خلال يوم الجمعة. إذن فنحن أمام تنام وازدياد لما يسمى بجمعة الغضب ولما يسمى أيضا بالمسيرات للمطالبة بإسقاط النظام. شكرا لك أحمد الشلفي من صنعاء. إلى ليبيا، حيث امتدت الاحتجاجات الشعبية إلى عدد من المدن في جنوبي وغربي البلاد، فقد خرجت